عملت معاكم وصفة رائعة جدا لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات، فلو عايزة شعرك يرجع صحي تاني وكثيف وطويل يبقى لازم تجربي الوصفة دي، طبيعية في المية، 100% بمكونين اتنين بس، سهلين جدا يتعملوا في البيت. يلا عايزة تعرفي ازاي تعملي الوصفة دي تابعي الفيديو الاخر، متنسيش اللايك والاشتراك في القناة ويلا بينا. طبعا لازم اهم حاجة في الوصفات الطبيعية ان احنا نستمر عليها، ولازم تمشي بالظبط بالخطوات اللي انا قلت اللي انا هقول لكم عليها في الفيديو عشان تعملي الوصفة دي وتخمروها كويس. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة بنجيب الفلفل الاخضر او الفلفل الكوبي اللي هو ما يكونش حراق خالص، فلفل عادي جدا، وبعد كده بنغسله كويس جدا وبننشفه، اهم حاجه الخطوه بتاعه التنشيف دي. وبعد كده بنبدا نقطعه مكعبات صغيره تمام. وبعد كده بنجيب اي برطمان عندنا ونبدا نحط فيه الفلفل ده. الفلفل من الحاجات اللي بتحفز الدوره الدمويه في الراس، فبالتالي الدوره الدمويه بتوصل لبصيلات الشعر، فالشعر لو يعني بينبت شعر جديد، بيطلع شعر جديد وبيوقف التساقط وكمان بيطوله. كمان الوصفه دي ممكن نحطها على اطراف شعرنا مش الفروه بس، فبتنعم الشعر، بتخلي التسريح شكله اسهل، وكمان بتدي لمعه حلوه جدا للشعر زي اللمعه بتاعت الممثلات او البنات بتوع الاعلانات، فبيبقى شكله حلو جدا وصحي قوي. المهم بعد ما بنقطعه كل ده بنجيب اي برطمان ازاز عندنا ونحط فيه الفلفل وبعد كده نبدا نحط المكون اللي بعد كده. واهم حاجه ان احنا نكون نشفنا الميه اللي بتبقى في الفلفل دي، نشفه بمناديل باي حاجه. نبدا نحط بقى المكون اللي بعد كده وهو زيت الزيتون. لازم تتاكدي ان زيت الزيتون من مكان موثوق فيه او من معصره موثوقه فيها، تكون ماركه كويسه عشان الزيوت من اكتر الحاجات اللي بتتغش، وبيتحط عليها اضافات زيوت تانية بتكون مش كويسة للشعر خالص، بالعكس ممكن تأذيه، فتأكدي ان هو من مكان موثوق فيه. فبنبدأ بعد كده نحط زيت الزيتون لحد ما الزيت بيغطي الفلفل كله، وبعد كده بنغطيه كويس جدا. وبعد كده بنجيب اي فويل عندنا او اي كيسة سودة عندنا ونبدأ نغطي بيها او نحط فيها البرطمان ونبدأ نقفله كويس قوي ونسيبه في اي دولاب عندنا او في اي مكان ضلمة عندنا ما يكونش بيتعرض للشمس ولا لإضاءة الأوضة القوي، ونبدأ نسيبه في المنطقة دي حوالي اسبوع مقفول كويس ومربوط كويس جدا بالكيسة السودة او بالفويل او بالقصدير. وبعد اسبوع بنجيبه وبنطلعه ونبدا نستخدم الزيت ده على فروه راسنا من اول الفروه لحد الاطراف كله. وبعد كده بنعمل طبعا حاجه اسمها اختبار حساسيه، بنحطها على حته صغيره من شعرنا لمده مثلا 10 دقائق او ربع ساعه. لو حسيتي ان مفيش حرقان ولا حصل لك اي حاجه خلاص ابداي بقى حطي على كامل شعرك. لو حسيتي انها بتحرقك شويه خلاص يبقى اغسلي المنطقه دي كويس والزيت ده يبقى مش مناسب ليكي. فاختبار الحساسية ده مهم جدا عشان في ناس اوقات الفلفل مش بيكون مناسب معاها او بيحرق فروة راسها شوية، فانتي جربي الاختبار ده، لو مشي معاكي خلاص كملي على كامل شعرك، لو ما مشيش معاكي لا خلاص وقفي اغسلي الحتة دي ويبقى الزيت ده مش مناسب ليكي، ممكن تديه لاي حد تاني يستخدمه. ازاي بقى هنستخدمه لو انتي تمام عملتي الاختبار ولقيتي شعرك ماشي معاه الوصفه دي؟ بنجيب الزيت ونحطه من اول الفروه، ما نحطش كميه كبيره قوي على الفروه، نحط كميه متوسطه يعني ما تغرقيش الفروه كلها بالزيت، عشان اصلا ما ينفعش نحط اي زيت على فروه راسنا بكميات كبيره. نحطه على شعرنا كله ونحطه على الاطراف وبعد كده نغطيه كويس قوي وبنسيبه ساعة واحدة بس. في ناس بتحطه أكتر من ساعة، يعني في ناس بتحطه من ساعة لساعتين مش أكتر من كده، بس أنا شخصيا بحطه ساعة واحدة بس وبعد كده بغسله. تغسليه كويس قوي بفمين شامبو، يعني مرة شامبو ومرة تانية شامبو، مش من مرة واحدة بس عشان الزيت أصلا من النوع اللي بيلزق في الشعر قوي، فأنت عشان تتأكدي إن هو طلع من شعرك فبتغسليه مرتين بالشامبو، وبعد كده بقى تستخدمي حمام كريم بلسم، تعملي الروتين بتاع شعرك عادي جدا والسيرم، وتشوفي يعني أنت بتستشوري شعرك، بتكويه، بتعملي طاقيه، بتسيبيه كده على طبيعته، اعملي الطريقه المناسبه ليكي. بس افضل حاجه انا بشوفها مناسبه هي الطاقيه. لو مش عارفه ازاي بتعملي طاقيه
شعرك اكتبي على اليوتيوب او على اي حاجه طريقه عمل الطاقيه للشعر، هتلاقي بنات كتير قوي بتعملها، وهي من اكتر الحاجات اللي بتخلي الشعر ناعم جدا. ده للناس اللي شعرها مش ناعم او شعرها مفرود شويه، بس البنات اللي شعرها كيرلي او كده اعملي بقى الروتين بتاع الكيرلي بتاع شعرك عادي جدا، هتلاقي شعرك بيطول وبقى شكله صحي اكتر، فيه لمعه. فهي مناسبه لكل انواع الشعر، سواء شعرك كان من نوع الويفي او الكيرلي او الناعم شويه او اي نوع شعر او اي نوع شعر يعني. المهم بس كده، هي دي وصفه النهارده. الوصفه دي بنمشي عليها، بنستخدمها مره واحده بس في الاسبوع او مره كل اسبوعين، بس اهم حاجه ان احنا نستمر عليها، مش تستخدميها مره وتنسي تعمليها مره في الشهر مره كل شهرين، لا لازم تستمري عليها بروتين معين مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين، وهتلاقي نتيجه ان شاء الله في وقت قصير جدا. بس اهم حاجه الصبر، يعني من اول ما تخلصي العلبه اللي انت هتعمليها او الازازه اللي انت هتعمليها اكيد هتلاقي نتيجه، ولو النتيجه عجبتك استمري عليها وفضلي اعملي ازايز كتير وفضلي اعملي على الروتين بتاع شعرك. في ناس كتير بتسالني الروتين عامه استمر عليه قد ايه. روتين الشعر ده بيفضل طول العمر انت عامله روتين. لو انت وقفتي، يعني كل الناس اللي شعرها حلو وعجبنا على النت وكل الكلام دول لازم يكونوا بيعملوا روتين، على الاقل بيستخدموا زيت مره في الاسبوع، بيستخدموا حمام كريم مره في الاسبوع، بيستخدموا شامبوهات نظيفه، بياخدوا فيتامينات. فانت لو فجاه فاكره ان انت هتعملي روتين معين لمده شهر واول ما توقفي خلاص شعرك مش هيرجع يبوظ، لا طبعا الشعر لازم يتغذى زي الجسم وزي البشره وزي كل حاجه، لازم من الاخر ان هو ياكل كل يوم زي ما انت محتاجه تاكلي كل يوم عشان يبقى عندك طاقه وتبقي عندك صحه ان انت تكملي. فبالظبط الشعر كده، لازم دايما يكون فيه روتين ودايما نكون واخدين بالنا منه، دايما نكون على الاقل بنستخدم مرتين في الشهر زيت، لازم يكون فيه روتين، نستخدم حمام كريم وبلسم، نستخدم شامبوهات نظيفه، ناخد فيتامينات، ناكل اكل صحي. بس كده، هي دي وصفه النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم تنسوش اللايك والاشتراك، وبحبكم جدا، ومع السلامه.